أنسة، أنت واقفة مستنية حاجة؟ أنا؟ أي؟ ليه، في حاجة؟ لا أبداً، أصل وقفتك لوحدك كده مش ولا بد، يعني زي ما أنت شايفة الشارع فاضي والدنيا ليل، خطر يعني وإحنا في خدمة الشعب. طب خلاص يا عم أنا ماشي. لا لا لا، ولا أقولك كده عشان تفرشك ولا إيه؟ أنا قصدي يعني لو تحبي تيجي تستنيه معانا في العربية أهو أأمن وأدفى. نعم يا أخويا. تعالي تعالي بدل وقفتك لوحدك ونسينا في القتاية. أتري إيدي كمان. عربية النجدة. يا ريت انت تروح على عربيه النجده بتاعتك دي، ومفيش داعي لخدمه الشعب دي خالص. ليه بس؟ الله، انت عصبيه كده ليه؟ اخدمي انا اخدمك. في ايه يا عم؟ ما تبعد عني. على فكره لو ما بعدتش عني هشتكيك لاقرب ظابط. لا جديده، خوفتيني ومظبطه الظبابيط كمان. على فكره مفيش حد بيعرف يخدم الشعب ده كله الا الامناء. يا انسه، سندوتشات، انت ماشي ولا ايه؟ ايوه، اصل لقيتك اتاخرت فقلت اكيد مش هتيجي. اهو الزبون شرف. انت اللي خبطته؟ ايوه، لازم ما احضر. يا سيدي ما احضر بعدين، خلينا نلحق الولد دلوقتي. الله، ما انت عايز تسجني وخلاص. وانا مال الحكومه اللي تسجيلك. بقول لك افتح بقى. الله، افتح. وانا حلوه؟ حلوه؟ انت ما عندكوش مرايات في البيت ولا ايه؟ ده انت ست الحسن. اوحى ربنا، ده احنا في المحل مسميينك ست الحسن. الشيخة انت دوختيني والله. عارفه عارفه، بس ولا عارفه عجباك الدوخه اللي انا فيها؟ يعني قلت اشوف نفسك طويل ولا ايه؟ طويل ايه؟ ده انت قطعت نفسي يا عم. ولا قطعت ولا حاجه، ما انت زي القهده. يا شيخه حرام عليك. وبعدين انت اسمك ايه؟ ريهام. لعلمك بقى انا سايب حاجه مهمه جدا عشان خاطر عيونك اللي جننوني دول. اوعى تكون مزوغ من الشغل. شغل ايه؟ حاجه اهم 100 مره. امال ايه يعني؟ الماتش. صحيح، انا برضو استغربت، انا قلت ازاي الواد مديكي ميعاد وقت الماتش وانت مالكش في الكوره ولا ايه؟ ماليش ازاي، ده انا ماليش غير في الكوره. امال ايه يعني؟ ازاي يعني؟ مين اهم، ست الحسن ولا الكوره؟ وبعدين بقى انا قلت يا واد اول ميعاد وكده، فنقي وقت مش زحمه عشان خاطر التوتر بقى والكسوف والحاجات دي يعني.
فاكرة أول مرة شفتك فيها؟ فاكرة. يومية كنت شغال الصبح بالصدفة. أنا أساساً بنزل محل بالليل عشان أنا عندي شغل تاني الصبح. فالواد زين قال لي إنك بتيجي كل يوم الصبح وكده. فاضطريت بقى إن أبدل شغل الصبح بشغل بالليل. هي جت علينا بخسارة بس مش مشكلة. شفتي بقى اللخبطة اللي أنت عملتها لي؟ شفت. وأنتي بتشتغلي؟ آه بدي حق. وأنا بصراحة يعني بكره الحقن بصراحة، بس يعني لو الحقنة دي من إيدك أخد حقنة كل يوم. والله العظيم دي هتبقى أحلى حقنة في الدنيا. معاك بطاقة؟ أيوة معايا بطاقة. معاك كارنيه تأمين؟ لا معيش تأمين. في حد من أهلي موجود؟ أصحابه موجودين بقى يعرفوا أهلي فين، ممكن يجيبهم مش مشكلة يعني. لا ما أنا مش هقدر أعمل حاجة غير لما أبعت لك موظف يخلص لي الإجراءات دي. يعني إيه يعني هتجيبه يموت؟ وأنا مالي أنا أعمل لك إيه الله؟ يعني إيه تعمل إيه؟ اتصرف. بقول لك إيه؟ أنت قدامك ساعة تخلص لي الحاجات دي ويكون الماتش خلص. الماتش خلص؟ يلا حضروا الولد، انا هعمل كمان ساعه كشف على المخ واشعه وسونار. مش مش على ايده دي ممكن تكون مكسوره. الشراب عيب يا لهوي وقعونا يا ناس.